السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها بهاي الحلقة. حياكم الله. موازنة الثلاث سنوات دخلت قبة البرلمان قراءة أولى بعد مدة من الاحتجاز. مؤشراتها البيانية ترفع من معطيات محاكاتها للأولويات الحكومية بسقف إنفاقي لامس 200 تريليون دينار، وبناء على هاي الأرقام عدة الأضخم بتاريخ البلاد، ورغم جولات من الحوار بين المركز وأحزاب الشمال من جهة وبقية المكونات السياسية من جهة أخرى لتصفير الخلافات وتمهيد مسارات سرعة الإقرار قبيل الشروع العملية، بيد أن الصعوبات لا يمكن تجاهلها أو الوقوف عندها مرور الكرام. فرغم مميزاتها النوعية إلا أنها تواجه تحديات يمكن حصرها بثلاثة مفردات، وهي حجم الإنفاق في التشغيلية والعجز المالي وتذبذب أسعار النفط. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد هاي الليلة، فرح نتحدث عن الجهد الخدمي والهندسي التابع للحشد الشعبي اللي انطلق بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء قبل ما يقارب 4 أشهر لإعادة إعمار البنى التحتية المتهالكة وتقديم الخدمات الضرورية لساكني المناطق المنسية طوال هذه السنوات. ومن بين تلك المناطق اللي أصبح لها الحظوة بترميم وإكساء شوارعها هي منطقة الشعب، وتحديدا حي المصطفى اللي استمر العمل عليه على ما يقارب الشهرين. تم إعمار هذا الشارع بنسب إنجاز عالية بمختلف الخدمات الضرورية لأبناء المنطقة اللي أشادوا بهذه الجهود المبذولة اللي تضحت أيضا بشكل واقعي في المرحلة الحالية. وهذا ما يفسر المراقبون ببداية انتصار حكومة الخدمات في حرب إزالة المعوقات وتحسين الواقع العام للبلد. هاي الملفين راح نتابعهم مشاهدي الأحبة ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضل البقاء ويانا ومتابعة. حياكم الله من جديد مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريمين الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. حياك الله دكتور صفوان ضيفا كريما، أهلا ومرحبا بحضرتك، وكذلك الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي. أبدأ مع حضرتك دكتور صفوان، نتحدث عن الموازنة رغم أن الطريق لم يكن معبدا ولا مفروشا بالزهور لهذه الموازنة، إلا أنها وصلت إلى القبة التشريعية، وكان العاجل قبل قليل بأن الجلسة قد تأجلت لنصف ساعة من الآن. نتحدث عن طبيعة السيناريوهات المتوقعة اللي من الممكن أن تجري تحت قبة البرلمان وفق لغة الأرقام. طبعا تحية لحضرتك والمشاهدين الأعزاء والضيف الكريم. بالتأكيد يعني هذه الموازنة يعني تأخرت عن موعدها الرسمي، كان يفترض في تشرين الأول من العام السابق أن تكون معدة، لكن عملية تأخر تشكيل الحكومة وإقرار مشروع البرنامج الحكومي ووضع تقديرات جديدة بما ينسجم مع تحقيق أهداف البرنامج الحكومي، فوزارة المالية وزارة التخطيط أعادت النظر بالتقديرات وأبواب الإنفاق بما ينسجم مع قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها. فبالتأكيد أهداف الحكومة كانت كبيرة، عملية يعني تقليل مستوى الهدر بالمال العام وامتصاص البطالة هي أحد أهم الأهداف في موازنة 2023. طبعا 200 تريليون هي كافية لتغذية ما لا يقل عن 3,500,000 موظف، وكذلك مثلهم متقاعدين والمشمولين بالحماية الرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية. هذا الإنفاق اللي يبلغ قدر 90 تريليون للموظفين والمتقاعدين وغيرهم من الفئات المشمولة بالدخل الحكومي سيذهب لتنشيط القطاع الخاص النظامي، يعني سيساهم في تقليل
نسبة البطالة. باعتقادي أن مثل هذا الإنفاق إذا تم توجيهه باتجاه أن يكون هناك تغذية للمشاريع الخدمية على مستوى البنية التحتية، خاصة عن طريق صندوق تنمية العراق وعن طريق دعم المناطق المتضررة المنكوبة والمدن الفقيرة، سيساهم في خلق نوع من التشغيل العاطلين في تلك المحافظات، وسيخلق حالة من التماسك بين الطالبين للعمل والإنفاق العام. السيناريوهات المتوقعة أن الموازنة ستقرأ قراءة أولى وقراءة ثانية. البرلمان واللجنة المالية عاكفين على عملية ضغط الإنفاق التشغيلي البالغ 150 تريليون. إذا نجحوا في تخفيض مثل هذا الرقم إلى 120 من خلال يعني بند المستلزمات السلعية، بند المستلزمات الخدمية، بدون أن يكون هناك تخفيض في المشاريع الاستثمارية، لكن من الممكن أن يكون هناك يعني إعادة نظر في بعض البنود التشغيلية لكي يكون هناك إنفاق منتج، وأن لا يرتفع العجز عن قدرة وزارة المالية على تغذيته. يعني نعم، وزارة المالية ذكرت أنها ستقوم بتمويل العجز من خلال ارتفاع أسعار النفط ومن خلال إصدار سندات أو من خلال الفائض المدور من 2022، لكننا لا نميل إلى يعني إصدار سندات جديدة من أجل تغطية العجز. إذا نجحنا في إيجاد بدائل لتمويل العجز من خارج الموازنة، يعني مثلا من استرداد أموال الفاسدين، ولاحظنا بالفترة الأخيرة هناك حركة سريعة يعني إلقاء القبض على مافيات المشتقات النفطية أو بعض المتلاعبين بالسجلات العقاري وغيرها، مثل هذه الأموال يمكن أن تساهم في تغطية جزء من العجز، وبذلك نمضي في 2023 بدون أن نمول هذا العجز من خلال إصدار وحدات نقدية جديدة أو من خلال سندات. وكذلك يمكن أن يكون هناك يعني آلية جديدة لتمويل الإنفاق العام من خارج الموازنة، يعني من خلال صناديق التمويل الذاتي. العديد من الوزارات الاتحادية رصدت لها مبالغ، أكثر من 23 وزارة لدينا، 23 وزارة قسم منها تمتلك صناديق تمويل ذاتي، فيمكن ضغط الإنفاق على هذه الوزارات خاصة التشغيلية اللي ترتبط بالمستهلكات الخدمية أو السلعية. إذا نجحت هذه الوزارات في تمويل نفسها من داخل الوزارات، توسيع قاعدة الخدمات الحكومية سيساهم في تعظيم الإيرادات الحكومية، وكذلك ضبط المنافذ الحدودية والجمارك لإيجاد منافذ جديدة للإيرادات غير النفطية لتغطية العجز. أستاذ مؤيد، جدت الحابة بحضرتك. دكتور صفوان قصي يتحدث عن الإرادة الحكومية في وما تمخض عنه من موازنة، وتعضيدا لهذا الكلام أنه رئيس الوزراء وكابينة الحكومية أبدوا استعدادهم لحضور جلسات مناقشة البرلمان لمسودة قانون الموازنة حتى يدافعون عنها، وأيضا من جهة أخرى نلاحظ بأنه تأجلت الجلسة لمدة نصف ساعة. فأسألك عن التأجيل الزمني، هل يعد رسالة لعدم الاتفاق حتى الآن حول صيغة نهائية يمكن معها تمرير القراءة الأولى للموازنة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد وإلى الضيف العزيز وإلى كادة مشاهدي قناة الأيام الفضائية. بدءا، الحكومة هي يعني لديها مشاريع طموحة جدا، وهي كما تفضلت يعني مستعدة للدفاع عن هذه المشاريع وعن هذه الموازنة. ليست هذه الحكومة لم تأتي في ظروف طبيعية، وكانت يعني أتت بعد تركة ثقيلة جدا من الإخفاق في الخدمات وتوفير ما يحتاجه أبناء الشعب العراقي. فبالتالي هي يعني ليست ملامة بشكل كبير جدا على الثلاث نقاط المهمة التي تفضلت عليها في بداية التقرير، انه حجم الانفاق والعجز واسعار النفط. وانا اعتقد انه التحدي الاكبر في هذه الموازنه هو انها يعني يراد لها ان تعتمد سعر برميل النفط 70 دولار، واليوم الكل يعرف ان هناك يعني محاولات لتخفيض الانتاج او زياده الانتاج من بعض الجهات الامريكيه والغربيه بسبب يعني الوضع الروسي والحرب الروسيه الاوكرانيه والصراع الروسي الامريكي في العالم حول يعني مصادر الطاقه والدول التي تنتج هذه المشتقات.
هذا الأمر يضع يعني هذه الموازنة يعني أمام تحدي كبير جدا، يجب يعني من أهم النقاط التي يجب أن تراعيها اللجنة المالية هي إعادة النظر باتفاق مع الحكومة، إعادة النظر باعتماد سعر صرف عفوا سعر برميل النفط، وأيضا فيما يتعلق بالإرادة الحكومية اليوم هي أيضا تصطدم ببعض الإرادات السياسية. هذا يعني عودا على سؤالك، التأجيل يعني قد يكون أحد السيناريوهات الحاضرة، يعني هي من المفروض أن تقرأ قراءة أولى في هذه الليلة، لكن نلاحظ أن هناك يعني إرادات سياسية معينة قد لا يعني بعضها قد يعني يتعكس على اعتراضه على بعض الفقرات، مثلا سعر اعتماد سعر البرميل النفط، الجانب التشغيلي تقريبا ثلاث ارباع الموازنه، والجانب التشغيل عفوا الاستثماري بنسبه 20 إلى 25%، لكن البعض يحمل اجندات سياسيه. يعني نتكلم بصراحه، بماذا نفسر انه في هذا الوقت الحرج والعراق بامس الحاجه الى اقرار الموازنه لكي تنطلق حكومه الخدمات بتنفيذ مشاريعها، ان يعطي السيد الحلبوسي رئيس اعلى سلطه تشريعيه في العراق يعطي لنفسه اجازه 15 يوم. هذا الامر لا يمكن ان ننظر له يعني بنظره اعتياديه دون ان تكون هناك اجندات سياسيه، محاولات للضغط، محاولات لتمرير اجندات معينه، محاولات لتغاضي النظر الحكومه على الملفات فساد فتحت في الانبار او غيرها. للاسف ما زالت العقليه السياسيه التي تحكم معظم السلطات في البلد هي يعني تستغل مواقف سياسيه وتستغل مثلا اقرار قوانين مهمه كالموازنه وغيرها من اجل الحصول على مكتسبات سياسيه معينه او ان تفرض شروط معينه. هذه يعني من مساوئ العمليه السياسيه التوافقيه التي اسست بعد عام 2003 في العراق. لذلك يعني هذه الكتل يجب ان تخرج من طبيعه هذا الاداء الكلاسيكي والانطلاق بالتفكير بالعراق ككل، بمصلحه العراق بكافه مكوناته واطيافه بعيدا عن المصالح الشخصيه. تعطيل الموازنه وعدم قراءتها يؤثر بشكل واضح على اداء الحكومه، باعتبار ان الموازنه هي تعطي يعني الخارطه الماليه وكيف توزع النفقات بين وزارات الدوله، واليوم الدوله والحكومه تقوم بجهد خدمي كبير جدا. لذلك الاجندات السياسيه هي حاضره يعني بشكل طبيعي وبشكل واضح، البعض يحاول استغلالها من اجل تمرير صفقات معينه، الحصول على مكتسبات معينه. لا ننسى انه اليوم هناك موضوع يعني تشكيل الحكومة قد اكتملت من الجانب الوزاري والكابينة الوزارية، لكن هناك يعني أيضا هناك تقييم للوزراء في هذه الفترة، لا ننسى الوكلاء الدرجات الخاصة، وأيضا تتقاتل الكتل السياسية على هذا الموضوع. كل هذه الأمور يعني يجب أن نضعها يعني بسلة واحدة في أن الكتل السياسية ما زالت رغم الأزمة السياسية الخانقة التي مرت في البلد ما زالت تفكر في استغلال هكذا ملفات في إمرار هكذا قوانين مهمة. بغض النظر عن هذه يعني المحاولات السياسيه، انا اعتقد ان الموازنه عاجلا او اجلا سوف تمر، قد تكون هناك بعض التعديلات من قبل اللجنه الماليه، مثلا يعني كما تفضل الضيف الكريم بنقاط مهمه قبل التعديلات استاذ مؤيد، يعني اشرت حضرتك الى نقطه مهمه جدا اذا تسمح لي، انه رئيس مجلس النواب احتجز الموازنه لمده معينه وبعدها منح نفسه اجازه لمده 15 يوم، ويعني ايضا اليوم كتلته تسير بذات المنحة وتقاطع الجلسه، برايك شنو دلالات هذا الموضوع؟ يعني هذه اجازه مو اعتياديه او اجازه رمضانيه او اجازه مرضيه، هذه اجازه سياسيه بامتياز تخلي السيد الحلبوسي عن مهامه الدستوريه والتشريعيه بشكل واضح. لذلك نتمنى من الكتل السياسيه في البرلمان والجهات التي يعني توافقت ليكون السيد الحلبوسي رئيسا بالبرلمان، واقعا اليوم اصبحنا يعني حاجه ماسه وضروريه الى اعاده النظر بالشخصيه التي تتسنب او تترأس مجلس النواب. مجلس النواب مهم جدا، وبالتالي حتى قلناها في العديد من المرات ان الحكومه لا يمكن ان تسير باي منهاج اصلاحي او خدمي او استثماري ما لم يكن هناك دعم واضح من قبل الجهه التشريعيه من خلال تشريع القوانين ومراقبه الاداء الحكومي. اليوم يعني السيد الحلبوسي وايضا يعني لا يعني مع هذا الامر لا ننسى التصريحات الخبيثه للسيد خميس الخنجر بهذه الفتره واللعب بورقه ملف النازحين ومحاوله خلط الاوراق في هذه الفتره. هذه الجهات للاسف يعني هي لا تماثل العمليه السياسيه بعقيده سياسيه راسخه تنطلق من مبادئ وطنيه، انما تنطلق من يعني مشاريع خاصه، مشاريع لا تخدم العمليه السياسيه التي اسست بعد عام 2003 التي تتركز على ان المكون الاكبر يكون له الدور الاكبر بهذه الحكومه بالتعاون والتشارك مع المكونات الاخرى. لكن للاسف البعض ما زال يفكر بعقليه اعاده العراق الى المربع الاول من خلال هكذا معرقلات. انا اقول بصراحه هذا الاجازه وهذا الانسحاب من بعض الكتل السياسيه هي محاوله عرقلت ووضع العصا
أمام عجلة حكومة الإطار. هذه حكومة الإطار شاء أم أبو يعني هي محسوب على الإطار ونجاحها محسوب للإطار، وبالتالي أي معوقات هي أيضا تحسب على الإطار. لذلك هذه الجهات السياسية تحاول وضع يعني المعرقلات أمام هذه الحكومة، لأن هذه الموازنة إن مررت بعد التعديلات والنقاط الثلاثة التي ذكرناها يقينا سوف تنقل البلد إلى حالة مهمة جدا، تكون بداية خارطة الطريق إلى الازدهار والاستثمار وتوفير الخدمات وأيضا توفير فرص عمل وأيضا تشغيل القطاع الخاص بشكل كبير وواضح، وهذا يؤدي إلى توفير فرص عمل وتقليل البطالة وأيضا تخفيف بشكل كبير الاحتقان في الشارع العراقي، وأيضا يسحب الذريعة كل من السفارات والجهات الداخلية والخارجية التي تستغل ملف التظاهرات والاحتجاجات بحجة البطالة وتوفير الخدمات لإثارة الفوضى والانقلاب على العملية السياسية. دكتور صفوان، تحدث عن العقبات اللي تواجه الموازنة بل الاعتراضات اللي سجلت على مسودة القانون تحدثنا عنها، اللي هي حجم الإنفاق، العجز، تذبذب أسعار النفط. هل راح تكون هاي الاعتراضات كفيلة بإعادتها إلى مجلس الوزراء، أما راح يتعامل المجلس بالهامش اللي منحه الدستور ويذهبون إلى إمكانية التعديل والمناقلة في الأموال؟ يعني بتقديري حكومة السوداني يعني تمتلك من الذكاء بعملية التحرك يعني حل جميع الإشكالات وبطريقة سريعة. لاحظت حركته حقيقة، حركته باتجاه إقليم كردستان وحل ملف الإشكال مع الإقليم بفترة وجيزة، يعني لا يترك الأمور كي تتفاقم. وكذلك باعتقادي يعني ملف النازحين والعفو العام باعتقادي سيكون هناك يعني اقتراب من مطالب الكتل التي تحاول الدفاع عن جمهورها، لأنها تعاهدت أمام الجمهور بأنها لن تمرر يعني الحكومة إلا وفق هذه التعهدات. فباعتقادي مثل هذه التفاهمات ستكون كفيلة بعملية أن تمر هذه الموازنة بصيغتها الحالية. سعر بالمير النفط هو 70 دولار، حاليا المتغيرات العالمية مع استمرار اتفاق أوبك وشركائها روسيا ستساهم في عملية استقرار أسعار النفط بين 70 إلى 100 دولار. باعتقادي هم يراهنون على 100 دولار. المملكة العربية السعودية الآن لديها رؤية 2030 بأنها تحاول أن تنوع الاقتصاد السعودي، وهي تحتاج إلى سعر بالمير النفط مجدي لبيع شركة أرامكو وتحويل إيرادات البيع إلى يعني التنويع الاقتصادي ضمن رؤية المملكة. كذلك روسيا لديها حرب ولديها تمويل، لا تستطيع أن تبيع النفط بدون السعر العادل بالنسبة لها. وكذلك دول الخليج والعراق يحتاج إلى أكثر من 90 دولار لكي يكون هناك تغطية للعجز من ارتفاع أسعار النفط. فتماسك أوبك وروسيا ويعني عدم استثمار انخفاض أسعار النفط في المرحلة السابقة بمعدل 72 دولار، لكن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي لم تقم بإعادة شراء المخزون المفقود نتيجة سحب جزء من احتياطياتها خلال تلك الفترة لكي تكسر الأسعار. فحاليا بتقديري هذا السعر سيستمر إلى نهاية السنة. العراق من الممكن أن يذهب باتجاه الطلب من أوبك بتخفيض التخفيضات التي فرضت عليه، خاصة إذا ما اقتربت أسعار النفط من 90 دولار، لأن التخفيض حصة العراق كانت بأعلى من بقية دول الخليج 211 ألف برميل، يعني باستثناء المملكة العربية السعودية كانت بحدود 500 ألف برميل، وكذلك روسيا مثل هذا الرقم. فنحن مع يعني أن يطلب العراق مثل هذا الطلب لكي يكون هناك تمويل لإيرادات الموازنة. إيرادات الموازنة ستساهم في إخراج العراق من دائرة التبعية الاقتصادية، على اعتبار أن ملف تمويل ميناء الفاو سيكون حاضر ضمن هذه الموازنة برؤيتها الثلاثية، يعني 2023-2024-2025، وكذلك عملية إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب وإكمال المشاريع المتلكئة ويعني الاستثمار في البنية التحتية سواء الطرق، وزارة الصحة. أكثر من 9 تريليون وضعت تحت تصرف وزارة الإعمار والبلديات، بمعنى أن هناك يعني كما صرح السيد رئيس الوزراء بأن هناك ثورة في موضوع الخدمات ستكون خلال هذه الأشهر المتبقية. فباعتقادي الكل حريصين، يعني كل الأطراف المشاركة في الحكومة حريصة على تنفيذ البرنامج. الحرص والذكاء من قبل الحكومة، أشرت لحضرتك دكتور صفان، وأسأل جنابك يعني عن الموازنة الثلاثية، راح تفكك وتعود أحادية أم مبررات دمجها كفيلة بإبقائها على شكل الحالي؟
يعني بتقديري نحن أمام قوانين ثابتة، يعني مثل الرواتب، الرعاية، البطاقة التموينية، هذا الإنفاق محكوم بقوانين، فيمكن تكرار هذا الإنفاق. كذلك الموازنة الاستثمارية، يعني 47 تريليون التي وضعت للموازنة الاستثمارية هي عبارة عن برامج تتجزأ 23 24 25 أكثر من 600 برنامج. وزارة الدفاع أخذت حصة من هذه البرنامج، وزارة النفط، وزارة الكهرباء، وزارة البلديات، يعني هذا الثقل الأكبر هو ضمن هذه الوزارة، وزارة الصحة أيضا. فهناك سيناريو واضح للإنفاق 23 24 25، فهذا لن يخضع إلى عملية التغير خلال يعني خلال مناقشة موازنة الثلاثية. موضوع التكرار الإنفاق على بنود مثلا الصيانة من الممكن أن تخضع إلى مناقشة اللجنة المالية في البرلمان، تقلل، تضاف، تحذف، هذا بالتأكيد سيكون بالتنسيق مع الحكومة، والحكومة لديها أيضا فرصة إذا ما تم تمرير هذه الموازنة الثلاثية أن تبرم عقود بعقود ثقيلة تستطيع من خلال تنفيع المشاريع الاستراتيجية، وأيضا تحصل على خصم كمية، لأن العقد الثقيل يعني القيمة العالية يكون بتكاليف مخفضة. فأنا مع الموازنة الثلاثية، لكن مع إعادة النظر بمثل هذه التقديرات في نهاية سنة 2023 لكي يتم التصحيح على الأقل للبنود غير المحكومة بقوانين. إذا ما نجحنا خلال هذه المرحلة مثلا بإصدار قانون النفط والغاز، وكذلك إكمال المشروع مشروع أتمتة الجهاز الحكومي بالكامل، سنكون أمام إيرادات إضافية على مستوى 2024 و25، لأن الإيرادات الغير نفطية سترتفع، وكذلك يعني إيقاف حرق الغاز وتمويل المشاريع الطاقة الكهربائية من الداخل سيساهم في تغيير التقديرات. لكن حاليا التقديرات إذا ما مررت ستسمح لي يعني الحكومة بالتعاقد ضمن مظلة التخصيصات الثلاثية، وهذا يؤدي إلى تخفيض التكاليف ويؤدي إلى عدم الإضرار بالمال العام، بل بالعكس يمكن أن يعني تكون لدينا شفافية في أين تذهب الحكومة. الحكومة لديها برنامج، وعلى البرنامج أن يمول لكي يتم تنفيذ البرنامج، والبرلمان هو أمام مسؤولية تجاه الشعب في أن الحكومة التي صوت على برنامجها أن تحقق هذه الأهداف. طيب. وهو مسؤول عن محاسبتها، فعملية قرار الموازنة بأسرع وقت ممكن ضمن رؤية الحكومة مع إضافة أو حذف بعض البنود من الممكن أن تساهم في تحقيق هذا البرنامج. طيب، يعني الأستاذ مؤيد، دكتور صفوان يركز على قضية الإسراع في حسم هذا الملف، وهنا تحدث عن قراءة أولى وقراءة ثانية، ونشوف أنه مع البدء بقراءة المسودة إذا ما تمت الآن الجلسة أو بعد قليل يعني راح يدخلون للجلسة، نتحدث عن سقف التوقعات بحسمها، هل راح يتجاوز الشهرين، أقل من هذه المدة، ما دام أن هنالك إرادة من قبل الحكومة بأن تمرر هذه الموازنة، بل بعض الكتل السياسية مصرة على تمريرها ودعم الحكومة. الإرادة الحكومية واضحة جدا، بل هي من يعني من صنعت وقدمت هذه الموازنة، وهناك كتل سياسية تدعمها، تبقى الجهات السياسية المعرقلة التي يعني تحاول أن يعني تمرر بعض الأجندات يعني من خلال هذه الضغوطات. أنا أعتقد أنه يعني حسب المعلومات أنه حتى اللقاء الذي جمع السيد السوداني مع السيد الحلبوسي، أن السيد السوداني كان يعني واضحا ولم يرضخ إلى مطالب معينة. تفضل الضيف الكريم أن بعض الجهات السياسية بنقطة مهمة تحاول أن تفي بوعودها إلى جمهورها من خلال يعني عودة النازحين أو ملف العفو العام. يعني هذه الملفات هي لا أعتقد هي لا بيد الحكومة ولا بيد السياسيين، ومن يذهب بها باتجاه أن يكون هناك عفو عام يشمل المجرمين والإرهابيين والقتلة من تنظيمات القاعدة وداعش، بالتالي سوف يؤلب الرأي العام. هناك يعني العديد من العوائل التي قدمت الشهداء والجرحى من خلال هذه الأحزمة الناسفة والمفخخات والانطلاق من مناطق معينة كجرف النصر التي يطالب بها اليوم خميس الخنجر. هل من المعقول أن يعني هذه المنطقة الاستراتيجية التي تعتبر يعني كانت تمثل خطر استراتيجي على المراقد المقدسة في كربلاء، وتنطلق منها المفخخات إلى بغداد والمسيب، والصهريج الذي فخخ بالمسيب انطلق من جرف النصر آنذاك اليوم، حررت هذه المناطق وأعطت الحشد الشعبي وفصائل المقاومة أعطت دماء زكية وكبيرة جدا بهذه المناطق. ليس من المعقول اليوم وليس من حق أي جهة سياسية أن تتفاوض أو تعطي هذه المناطق وأن تعود إلى خميس الخنجر أو من يمثل
خيمة الخنجر في تلك المناطق. هناك عوائل آمنة في هذه المناطق ونازحين رجعوا ويعيشون بسلام في تلك المناطق تحت حماية الحشد الشعبي والقوات الأمنية، لكن هناك محاولات لعودة الإرهابيين، لأن هذه الجهات ما زالت تفكر بعملية نخر وتخريب العملية السياسية. هذه نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها حول ملف النازحين وملف العفو العام. يعني هذه المسألة هي ليست من حق الحكومة لأنها دماء أبناء الشعب العراقي. عودا على سؤالك، أنا أعتقد أنه يعني السقف الزمني يرتبط يعني بطبيعة التوافق مع الكتل السياسية، بطبيعة صمود محمد الشيع السوداني والكتل السياسية الداعمة له. طالما كان هناك صمود من هذين الجهتين، يعني الحكومة والجهات السياسية الداعمة لها، وعدم الرضوخ للكتل السياسية المعترضة، أنا أعتقد أنها لن تطول كثيرا. أن تقرأ قراءة أولى وثانية وثالثة هذا أمر طبيعي جدا، هذه سياقات يعني متعارف عليها في داخل السلطة التشريعية. يجب أن تكون هذه الموازنة طالما هي موازنة لثلاث سنوات يجب أن تدقق ويعني يتم تمحيصها بشكل حقيقي وكبير جدا، وأن لا نستعجل في إقرارها لكي لا نعطي ذريعة للآخرين بعد فترة معينة أنه مررت هكذا نقطة أو هكذا فقرة اليوم هي تعتبر سلبية ولم تعطي نتائجها الحقيقية. لذلك التأني في داخل مجلس النواب رغم أن الموازنة مهمة، لكن التأني في إقرارها أعتقد أمر مطلوب جدا لكي تكون الانطلاقة نحو ثلاث سنوات من البناء والإعمار بعيدا عن المحاولات السياسية ومزايدات ومناكفات السياسية. طيب دكتور صفان، يعني تحدث أيضا عن التوقعات التي راح ترافق القراءة الأولى إذا ما انعقدت الجلسة. بالتالي تحدث السيد مويد العلي عن قضية الكتل المعارضة، هل راح تستطيع هذه الكتل أن تقف حجر عثرة بتمرير هذه الموازنة ما دام أنه كانت هنالك تفاهمات؟ أشرتم جنابكم إلى ذكاء رئيس الحكومة في التواصل المباشر مع الجهات التي لديها اعتراضات وحل الإشكالات، نعم، بشكل مؤقت أو بشكل دائمي. بالتالي أنه يعني هذا الحراك ما راح ينعكس على القراءة الأولى والمباشرة بالقراءة الثانية والإسراع؟ يعني نحن مع يعني تحقيق العدالة، عدالة في توزيع الثروات، عدالة في تمرير الموازنة، مستوى النمو يكون متوازن، إذا كان هناك أبرياء في السجون يفترض أن يتم الالتفات إلى هؤلاء. لكن نحن يعني طوينا صفحة الإرهاب، نحن أمام الآن حكومة تمثل جميع الأطياف الشعب العراقي وهي تتحرك للانفتاح على دول العالم ودول الإقليم. يعني لغة التكامل الاقتصادي مع المنظومة الإقليمية والمنظومة العالمية ستتيح فرصة، يعني إقرار الموازنة بوقت قياسي سيساهم في إعطاء يعني مؤشرات إيجابية بأن العراقيين عبروا هذه المراحل الجزئية نحو إيجاد حالة من الرفاهية الاجتماعية، الرفاهية المادية لكل أبناء الشعب العراقي، ويعني إمكانية تصفير الأزمات. لاحظنا أن الحكومة تتجه باتجاه حل جميع الإشكالات وهي لا تخشى من عملية المواجهة ضمن أسس العدالة. بالتأكيد أتوقع أن عملية يعني انفتاح العراق على المنظومة الدولية بأن قانون الموازنة سيساهم في تحريك الشركات العالمية باتجاه التكامل مع الاقتصاد العراقي. يعني إكمال ميناء الفاو وحركة السوداني باتجاه تركيا لربط تركيا بميناء الفاو وبالتالي الاتحاد الأوروبي وجذب الاستثمارات الأمريكية في المدن الصناعية وكذلك الانفتاح بسوق الغاز العالمية سيساهم في جعل العراق ضمن بوصلة الاستثمارات العالمية. يعني لا نراهن فقط على أن الموازنة هي التي تغير شكل الاقتصاد العراقي، نراهن على قدرة الموارد العراقية في تحريك سوق الاستثمارات باتجاه الموقع الجغرافي العراقي والصناعات الأخرى للمساهمة في رفع معدلات الدخل وتخفيض تكلفة الحياة في العراق. عملية القضاء على الفساد سواء من الخارج أو من الداخل ستساهم في يعني في تغيير شكل الاقتصاد العراقي. فنحن مع تصفير هذه الأزمات وأن يكون لدينا حلول سريعة لجميع المشاكل المطروحة ضمن بوصلة شفافة وتحت يعني أنظار الجميع لكي يعلم الجميع بأن هذه الحكومة تحاول الاقتراب من المشاكل وحلها وهي لا تمتلك أي يعني رغبة في أن تنقل مشاكل الحكومة التي تليها. عملية يعني أشار الضيف إلى أن الحكومة ورثت، نعم ورثت، لكنها تواجه المشاكل وبكل شجاعة، نعم، وهي تحاول أن تخلق موارد إضافية للحكومات القادمة. فعملية يعني الاحتفاظ
الموازنة الثلاثية تعني أن العراق يسير باتجاه الحركة، باتجاه الانفتاح، باتجاه الاستقرار المالي الاقتصادي، الإصلاحات الجزئية، وتتكامل ضمن بوصلة البرنامج الحكومي لكي ننقل العراق من دائرة التبعية الاقتصادية، لأن العراق يستورد كل شيء. فعملية التنهيض هذه القطاعات يعني الخاملة حاليا ستساهم في تشغيل العاطلين وتحويل الفقراء إلى عاملين وتقليل الرعاية الاجتماعية، ويتحول الانتاج العراقي لتغطية الطلب بالداخل العراقي. وبالتأكيد نحن مؤهلين لمثل هذه الثورة في مجال الإعمار. أشكرك شكرا جزيلا دكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، وتتفضل البقاء معي الأستاذ مؤيد العلي الخبير والمحلل السياسي. نتواصل معكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. حياكم الله في منطقة الشعب، وتحديدا في حي المصطفى والطريق الرابط بين بغداد وكركوك. يحتل مكانة وأهمية كبيرة، وبمقدار أهميته لم تتجاهل الإعمار فيه الجهات المعنية، لكن حكومة الخدمات مع فريق الجهد الهندسي للحشد الشعبي التفتت إلى هذه المنطقة الحيوية ذات الكثافة السكانية بترميم وإعمار الشارع عن طريق إكسائه وتوفير الإنارة والكهرباء وغيرها من أثاث الطريق من الاحتياجات الخدمية الأخرى. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعدته أن الزميل هو الشمري. في حملة قل نظيرها، فريق الجهد الخدمي والهندسي التابع للحشد الشعبي يواصل جهوده بمراحل متقدمة لتحقيق إنجازات كبيرة في خدمة المواطنين لمناطق بغداد المحرومة والمتناسية، بناء على توجيهات مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بما ينسجم مع ما جاء في البرنامج الحكومي. فها هو الحشد الشعبي يمد يد الإغاثة للمناطق ذات الخدمات المعدومة والمنكوبة، حرصا منه على تقديم الأفضل لأبناء البلد. ليأتي الدور اليوم إلى أحد أحياء منطقة الشعب، حيث الشارع السالك إلى طريق محمد القاسم الرابط بين بغداد وكركوك، إذ وصلت نسب الإنجاز إلى مراحله النهائية بوقت قياسي، بما يتضمن مد أنابيب الصرف الصحي ومياه الأمطار وإكساء الشارع بحسب ما صرح به عضو فريق الجهد الخدمي مهند الساعدي للأيام، بالوقت الذي يذكر فيه أن لهذا الشارع أهمية كبيرة بمساهمته لفك الخناقات المرورية. فتطوير البنى التحتية والإنجاز العمراني الذي تقدمه حكومة الخدمات لأغلب مناطق بغداد وبقية المحافظات الذي أشاد به أهالي المناطق تلك، تأتي بعد تشديد وتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ومن خلال جهود جبارة متضافرة يبذلها الحشد الشعبي، معاضدا بذلك المنجزات العسكرية والأمنية المبذولة على وتيرة واحدة ليصبح تجسيدا واقعيا لشعار ندافع ونبني. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه، وجدت ترحابي بضيفي الكريم الاستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي. حياك الله استاذ مؤيد، وارحب بضيفي الكريم الاستاذ جعفر بشار مدير عام بلديه الشعب. ضيوفا الكرام، استاذ مؤيد نتحدث عن ايلاء مناطق شرق القناه، اهميه بما يحاكي واقعنا الخدمي اللي اهمل لسنوات عده، هل راح يعزز من رسائل الاهتمام الحكومي لساكني هذه المناطق من وجهه نظرك؟ أريد أن تحية إلى ضيفكم العزيز. أعتقد أنه مناطق شرق القناة هي تستحق الكثير، أهملت بشكل واضح منذ أيام النظام البعث صدام المجرم
إلى هذه الفترات القريبة هذه المناطق تحتوي على يعني كثافة بشرية كبيرة جدا من الجهات، ودائما كانت تعطي تضحيات في مقارعة النظام البعثي في الاحتلال في تصديها لداعش. لذلك يعني عندما تمر في تلك المناطق يعني بين أمتار قليلة وتجد يعني صور لآلاف الشهداء الذين ضحوا بدمائهم، فبالتالي هذه المناطق المحرومة تحتاج إلى عناية كبيرة جدا من خلال توفير الخدمات، توفير فرص عمل، الاهتمام بالشباب المتواجد بكثافة في تلك المناطق ويمتلك يعني مواهب رياضية وفكرية وأدبية وعلمية وفنية. هذا الاهتمام لا يقتصر فقط، من المفروض لا يقتصر فقط على تقديم يعني خدمات من خلال تبليط الشوارع والاهتمام بالمتنزهات وغيرها، لكن أيضا يجب الاهتمام في ظل الحرب الناعمة التي تستهدف الشباب وقيمهم في هذه المناطق الفقيرة، يجب الاهتمام برفع المستوى الفكري والثقافي والاعتناء بهم على كافة المستويات. أعتقد أنه خطوات جيدة مباركة يقوم فريق الجهد الخدمي التابع للحشد الشعبي اليوم، يعني نثبت بشكل واضح أن الحشد الشعبي كان بذرة صالحة انطلقت من فتوى المرجعية في النجف الأشرف وسقيت بدماء الشهداء لكي تصبح قادرة على حماية أمن ووحدة وسيادة العراق، وأيضا أن تثبت نفسها بشكل حقيقي في الجانب الخدمي والهندسي من خلال ليس لا نتكلم فقط عن تبليط شارع، اليوم تبليط شارع منسي يباشر عقبه محل قضاء مدينة وهكذا يبدأ الإعمار تدريجيا. المهم في هذا الأمر أن هناك إرادة حكومية وجهات يعني تمتلك ضمير للعمل في هذه المناطق المنسية وتقدم لها الكثير. يعني لا تتوقع أستاذ أحمد ردة الفعل الإيجابية لأبناء تلك المناطق عندما يروا آليات الحشد الشعبي أن تدخل مناطقهم، لم تدخل آليات يعني منذ سنوات تلك الفترة. قد يكون التقصير من الحكومة، قد يكون لا تتوفر التخصيصات اللازمة، قد تكون مناطق لها خصوصيات معينة، لكن أن تذهب الآليات وأن تعمر وأن تعمل أرصفة وتبليط ومتنزهات وإنارة، هذا يعطي انطباع واضح إلى تلك المناطق بأن الدولة والحكومة مهتمة بهم، وبالتالي هذا يعزز المواطنة، وأيضا يعني أن تكون هذه الجهات فاعلة في بناء مؤسسات الدولة بشكل حقيقي وأن تساهم بشكل حقيقي في بناء العملية السياسية وتحصينها وتعزيزها. عندما تكون هذه المناطق يسودها الفقر والعازة وتهمل خدميا ولا تذهب لها إلى أي جهة، تكون هذه المناطق يعني تستغلها أي جهات خارجية من خلال التظاهرات، من خلال الدفع باتجاهات معينة، من خلال الأموال والأفكار المنحرفة. لذلك يعني ينصب الجهود بدءا على المناطق المحرومة والمنسية أمر مهم جدا يساعد في تعزيز المواطنة تلك المناطق، وأيضا يعطي صورة واضحة ويقلد الفجوة بين المواطن والعملية السياسية التي في الفترة السابقة كانت كبيرة جدا، ونحتاج من خلال هكذا إجراءات مهمة تقليل هذه الفجوة، وأن يكون الحج الشعبي حاضرا أمر مهم جدا، لأن الحج الشعبي يرضى يعني يحظى بقبول يعني معظم أبناء الشعب العراقي في كافة المناطق المنسية وغير المنسية. طيب. فأن يتواجد بهكذا جهد خدمي وهندسي يعطي رسائل إيجابية واضحة للناس نحتاجها بهذه الفترة. طيب أستاذ جعفر حياك الله مجددا. تحدث الضيف الكريم عن أهمية تقديم هذه الخدمات، ولكن في التفاصيل نتحدث عن الملاكات الفنية للجهد الخدمي الحكومي عندما تقوم بإكساء شارع حيوي بطول 1500 متر عرض 14 متر يربط طريق محمد القاسم بطريق بغداد كركوك. أريد نعرف من حضرتك دلالات أهمية هذا الطريق بعد إنجازه، ونعرف أنه هذه تلك المنطقة تعاني دائما من الاختناقات المرورية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بك وبضيفك الكريم. بالنسبة لموضوع دخول الحشد ودخول فريق الجهد الحكومي للمناطق، طبعا هو الدور الأول والرئيسي، الأول والرئيسي أشدد، اللي دولة رئيس الوزراء المحترم اللي انتبه انتباهها يعني كان وتركيزه مباشرة بعد توليه الحكم في العراق. بعد أيام شكل فريق الجهد الهندسي الحكومي، هذا الفريق اللي أخذ على عاتقه خدمة المناطق في يعني في كافة أرجاء العراق وليس في منطقة معينة في شرق القناة أو غيرها، لكن ركز على المناطق المحرومة التي لم تصل يد المؤسسات الحكومية في السابق لأسباب عديدة، كونها أنه مثلا مناطق عشوائية غير مشمولة بالخدمات الحكومية وغيرها. شكل هذا الفريق وهيئ له كل الإمكانيات القانونية والمالية والإدارية اللازمة لإدامة عمله، وتابع بشكل يومي رغم انشغالاته ورغم الأمور اللي يمر بها البلد، لكن كانت متابعته حثيثة لهذا الفريق ويوميا يطلع على إنجازاته.
دائرة بلدية الشعب أو قاطع بلدية الشعب هي من المناطق من الدوائر اللي بشرق القناة اللي كانت تعاني من قلة الخدمات نتيجة لكبر أو سعة حجم القاطع، بالإضافة إلى أنها دائرة طرفية فتتوفر بها الأراضي الزراعية كانت بكثرة، وهذه الأراضي قسمت وأصبحت مناطق سكنية مهولة بالسكان بعد سقوط النظام الصدامي عام 2003. هذه المناطق منذ سقوط النظام إلى اليوم كانت تعاني معاناة شديدة، لا تتوفر لهم أدنى مستويات الخدمات البلدية وغير البلدية. الفريق الحكومي لم يقدم خدمات بلدية فقط، وإنما انتبه إلى كل الاتجاهات، دخلت به وزارة الكهرباء، وزارة الصحة، وزارة التربية، وكونوا خلية عمل لخدمة هذه المناطق. بالنسبة للشارع اللي نوهت عنه، هو الشارع موجود في منطقة حي البساتين. نعم. منطقة مكتظة بالسكان. نعم. وأسأل حضرتك أستاذ جعفر، يعني أنه هذا الشارع شنو أهميته اللي تتشكل من خلال فك الاختناقات المرورية فضلا عن كونه شارع تجاري؟ الشارع يعني الشارع هو شارع داخل منطقة سكنية بها أكثر من 10,000 منزل بآخر إحصائية وردتنا، وبها زخم مروري عالي، لا يوجد فيها أي شارع يربطها على منطقة قناة الجيش أو على طريق بغداد كركوك. بغداد كركوك طريق حيوي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية، فدائما بزخم مروري عالي. هذا الشارع حاليا من الممكن الدخول من قناة الجيش إلى شارع بغداد إلى بغداد كركوك وتخفيف الزخم العالي، بالإضافة إلى خدمته الداخلية للمنطقة. أستاذ مؤيد، نتحدث عن المشاريع المنفذة وكذلك المشاريع قيد الإنجاز في بغداد والمحافظات، يعني في إحصائية بلغت أنه 64 أو 54 مشروع، حصة بغداد 29، الديوانية 10، ميسان 10، المثنى 5. أنا أسأل حضرتك عن ما أشار إلى رئيس الوزراء بأن الآلية المعتمدة في اختيار هاي المناطق هو مقدار المحرومية والنسب السكانية وجاهزية المنطقة، إذن أكو معايير بصراحة لتقديم الخدمات حسب أولويات معينة. نعم، أعتقد أنه كانت يعني خطة واضحة وموضوعية ومنطقية يعني وضعت من قبل رئيس الوزراء بهذا الموضوع. المناطق الأكثر محرومية، هذه المناطق يعني عانت الويلات خلال السنوات السابقة، رغم أن تكون هناك تخصيصات مالية، لكن تعرف حضرتك الترهل الإداري، البيروقراطية الإدارية، الفساد المالي والإداري المنتشر في معظم مفاصل الدولة أثر بشكل أو آخر، أيضا المناكفات السياسية، الفوضى والاحتجاجات في السنوات الأخيرة بعد عام 2019، كلها أثرت بشكل واضح على أن لا تقدم خدمات ذات جودة عالية في تلك المناطق. فأن يبدأ رئيس الوزراء بهذه المناطق المحرومة هذا أمر جيد يعني، وبالتالي يبين لأن هذه الحكومة تلامس بشكل حقيقي ما يعانيه المواطن في تلك المناطق اليوم. حتى يعني مشاريع فك الاختناقات في مدينة بغداد أمر مهم جدا، يعني أصبحت من الضرورة حتى إعادة تحديث الماستر بلان لمدينة بغداد في ظل الانفجار السكاني ووجود يعني ملايين السيارات في شوارع بغداد وهذه الاختناقات المرورية. إعادة الماستر بلان والخطط التصميمية والطرق السريعة اللي تربط بغداد والمحافظات هو أمر مهم جدا. قد يستغرق هذا الوقت، يعني يحتاج هذا التنفيذ هكذا مشاريع للطرق السريعة سنوات، لكن أن تبدأ يعني هو تكون يعني خطوة بالاتجاه الصحيح. يعني عودا على مناطق شرق القناة، يعني أنسى أن أتذكر أن هناك بعض المحاولات من نواب شرق القناة بجهود مباركة، يعني إضافة إلى تقديم الخدمات أن تكون هناك محطة كهرباء خاصة بمناطق شرق القناة. قد تكون بعض النواب بكتل معينة، هناك ائتلاف يعني يجمع كل الكتل السياسية والنواب الذين يعني ترشحوا وفازوا من مناطق شرق القناة، أولا بتأسيس محطة كهربائية خاصة بمناطق شرق القناة، وأيضا تأسيس جامعة لشرق القناة باعتبار أن المساحة ورقعة جغرافية كبيرة جدا. طيب. هذه الأمور مهمة جدا، هذه المناطق المحرومة يجب أن تنصف التي عانت الويلات في السنوات السابقة. فبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم يعني الجهد الحكومي يسير باتجاه صحيح واتجاه مهم، ويجب أن لا ننسى أنه مع هذه المشاريع المهمة والتكتيكية أيضا المشاريع الاستراتيجية كالطرق السريعة وغيرها، فبالتالي هذه المشاريع المؤقتة والمهمة بالنسبة للناس مع المشاريع الاستثمارية تبين بشكل واضح أن الحكومة تنفذ وعودها بأنها هي فعلا حكومة خدمات.
اعتقد محمد الشجاع السوداني استفاد من خبرته السابقه يعني في العمل في مجالس محافظه العماره في وزارات معينه، وبالتالي بدا يعني يلعب على وتر ما لم تلعب عليه الحكومات السابقه، وهي محروميه هذه المناطق والعمل عليها والخبره والذكاء الميداني اذا صح التعبير. نعم، تتحدث ايضا عن المدد اللي تفضلت بها حضرتك واعكسها للاستاذ جعفر بشار. استاذ جعفر، شنو مده الانجاز لهذا المشروع؟ وصراحة شلون تم معالجة التجاوزات الحاصلة على حي المصطفى؟ بالنسبة للمشاريع، احنا الفريق الجهد القدمي نزل في نهايات العام الماضي. نعم. وصلنا إلى بدأت الأعمال عن طريق أولا رفع التجاوزات. طبعا اجتمعنا بالمواطنين اللي موجودين هناك وأبلغناهم بعزم الحكومة على تنفيذ وعودها لهم، وتم تشكيل الفريق الحكومي. فنزلت فرق الفريق الحكومي وسوينا المسوحات وبلغناهم انه احنا راح نخدمهم بشبكات ماء وشبكات صرف صحي وتعبيد طرق وغيرها، ولكن نحتاج تعاونهم برفع بعض التجاوزات اللي هي تعيق تنفيذنا. فكانت الاستجابة المواطنين مباشرة، وتم رفع التجاوزات عن طريق المواطنين بأنفسهم، ولم نستخدم أي آلية تابعة للدولة في رفع هذه التجاوزات. وباشرنا بموضوع البنى التحتية، البنى التحتية باشرت بها الدائرة البلدية على عاتقها، فخدمنا هذه المناطق بشبكات الصرف الصحي وشبكات الماء الصالح للشرب، وفكينا اختناقات الشبكة ورتبنا موضوع محطات المجاري. باشروا الأخوة في الحشد الشعبي بأعمال التسوية الترابية والبوكس الترابي، إلى أن وصلنا إلى مراحل الإكساء اللي باشرنا بها قبل يوم من الآن. نعم، ووفقا لهذه المباشرة إذا ما تم هذا الإنجاز، هل هنالك من يعني مشاريع قريبة على هذا الشارع يتم إكساء الشوارع الفرعية، أم ستنتقل الجهود إلى مكان آخر؟ احنا يعني الصراحة ضمن قاطع دائرة بلدية الشعب باشر الفريق الخدمي الهندسي الحكومي في 4 مناطق هي محرومة، بعد ما نقول عنها مثل ما كنا نقول سابقا عشوائية، لأنه دولة رئيس الوزراء بإصدار لقرار 320 لنهايات 2022 أيضا رتب وضع هذه المناطق. فحاليا احنا كدوائر بلدية جاي ننظم بوضعها باتجاه تمليك هذه الأراضي وترتيب وضعها وتكون مشمولة بالخدمات البلدية بصورة مستمرة. المناطق المحرومة اللي دخلنا بها هي منطقة 7 قصور، ومنطقة حي الكوفة، ومنطقة حي الكوثر، ومنطقة حي البساتين. احنا حاليا عندنا اكساء ليس فقط في شارع المصطفى، وانما في منطقة حي الكوفة قاعد نشتغل باكساء ازقة داخلية وليست شوارع رئيسية داخل المنطقة. جهزنا اكثر من 15 زقاق، المنطقة مكونة من 49 زقاق، جهزنا من عندها 15 زقاق ببنى تحتية من ماء ومجاري، ووصلنا الى مراحل الاكساء ومبلشين باكساها. ومنطقة حي الكوثر أيضا عندنا 7 أزقة حاليا مبلشين بإكساها، وبالإضافة إلى منطقة حي المصطفى. حي المصطفى هذا الشارع هو الشارع الرئيسي، لكن دخلت كوادرنا حاليا داخل المنطقة وكذلك المنطقة المقابلة له واللي هي اسمها حي الصدرين، باشرنا بخدمتها بالبنى التحتية الماء والمجاري باتجاه إكساها إن شاء الله. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ جعفر بشار مدير عام بلدية الشعب، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ مؤيد العلي المحلل السياسي رافقتنا في الملفين. شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.